ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نشهدك يا ربنا أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنبيون حق، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربنا يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إخوة الإيمان في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة على قنوات التلفزيون المصري، القناة الأولى والفضائية المصرية والنيل الثقافية والقنوات الإقليمية وبعض القنوات الخاصة، من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد بدر بمدينة بور توفيق بمحافظة السويس. وقد جئنا لنشارك أهالي هذه المحافظة الكرام احتفالاتهم بعيدهم القومي الذي يوافق 24 من أكتوبر من كل عام. إخوة الإيمان، ما أشبه الليلة بالبارحة، فعدو هذه الأمة واحد منذ نشأة هذا الكيان اللقيط على أرض فلسطين العربية، يرتكب كل يوم العدوان والمذابح الوحشية بدعم من الصهيونية العالمية. وقد نال مصر ما ناله من هذا العدو الغاشم منذ نكسة 67 حتى نصر أكتوبر العظيم في 73، حيث سجل أبناء هذه المحافظة ملحمة بطولية خالدة. ففي أثناء حرب أكتوبر المجيدة انتهز هذا العدو الغاشم قرار وقف إطلاق النار، وأراد أن يحقق مكسبا على أرض هذه المحافظة يكون ورقة تفاوضية في يده. فكما كان من أبناء هذه المحافظة من رجال المقاومة الشعبية البواسل الذين أبوا التهجير، إلا أن تصدوا لهذا العدوان الغاشم مع رجال الشرطة والجيش المصري بدعم من المخابرات الحربية. فكان أن سجلوا نصرا عظيما وكبدوا هذا العدو الغاشم خسائر مادية وبشرية واضطروهم إلى الانسحاب خاسرين. حي السويس مدينة الأبطال صانت بهم شرف التراب الغالي، بدم الشباب تخط أروع قصة تتلى مفاخرها على الأجيال. جاء العدو لها فكانت صخرة للمجد في بحر من الأهوال، ودنا فلم يرى غير شعب واقف بسلاحه متهيئ لقتال، ورأى الطريق إلى السويس يسده إصرار أبطال وعزم رجال. إخوة الإيمان، ونبدأ صلاة الجمعة بخير الكلم وطيبه، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدعوكم
يدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مَتَى وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من
يَشَاءُ